في مناقشة مفتوحة رفيعة المستوى لمجلس الأمن الدولي حول موضوع الأوبئة والأمن، ألقى أعضاء الدول الضوء على التحديات التي تشكلها جائحة كورونا بما في ذلك الأوبئة الأخرى على الأمن والسلم العالميين. فتفشي الجائحة يقوض استقرار البلدان الأكثر تضررا، مما قد يؤدي إلى المزيد من حالات الاضطرابات المدنية والتوترات الاجتماعية وتدهور المناخ السياسي والأمني. يسلط هذا الوباء الضوء أيضا على مخاطر هجمات الإرهاب البيولوجي، فبينما نفكر في كيفية تحسين استجابتنا لتهديدات الأمراض في المستقبل، ينبغي أيضا أن تولى اهتماما جادا لمنع الاستخدام المتعمد للأمراض كأسلحة. بعثة المملكة بنيويورك شاركت في هذه الجلسة برسالة دعت فيها لتجاوز الخلافات والمصالح الضيقة والعمل على تعزيز استجابة واسعة النطاق لمواجهة الجائحة بروح التضامن العالمية. وذكر مندوب المملكة الدائم عبدالله المعلمي في رسالته إن المملكة قامت باتخاذ جميع التدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار هذه الجائحة لحماية مواطنيها والمقيمين على أرضها من هذا الخطر الداهم. أما على صعيد دولي، فاستعرض أهم الجهود التي قامت بها المملكة من منطلق رئاستها لمجموعة العشرين. اتخذت مجموعة دول العشرين إجراءات وقرارات غير مسبوقة لدعم الاقتصاد العالمي ومساهمات مالية أخرى لمساندة الجهود الدولية للتصدي لجائحة كوفيد 19. الجلسة تأتي بعد يوم واحد من اعتماد مجلس الأمن بالإجماع القرار رقم 2532 الذي يطالب بوقف عام وفوري للأعمال القتالية في جميع الحالات عدا تلك المتعلقة بمواجهة الجماعات المصنفة لدى الأمم المتحدة بالإرهابية، وذلك بهدف التركيز على مواجهة هذه الجائحة العالمية. وفي هذا الصدد ذكرت البعثة في رسالتها: أيدت بلادي دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق نار عالمي في ظل انتشار وباء كورونا المستجد، وقامت بجهود كبيرة في دعم الدول الشقيقة والصديقة وإعانتهم في مواجهة انتشار الوباء، منها اليمن وفلسطين، كما تستعد لدعم العديد من الدول الأخرى. اجتماع مجلس الأمن يأتي بعد إدراك العالم محدودية الجهود الفردية لاحتواء جائحة بهذا الحجم التي تمثل خطرا كبيرا لا يقل خطرا عن تلك التحديات الأمنية التي تهدد الأمن والسلم الدوليين. المملكة طالبت بضرورة تكثيف الجهود المتعددة الأطراف في التعامل مع الأوبئة والأمراض وضمان معالجة آثارها السلبية على الصعيد الاجتماعي والإنساني والاقتصادي. حسين إبراهيم للإخبارية، نيويورك.